السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان، إذا ما هي موضوع أو بروجكت ل reinforcement learning for hinting game أو يعني أي game من الألعاب البسيطة يمكن أن نطبق عليها هذا reinforcement learning؟ هو بالأساس فرع يعني في الماشين ليرنينج. إذا ما هو الـ reinforcement learning أو ماذا يمثل الموضوع بالضبط؟ باختصار، تلك الألعاب، ألعاب المتاهات أو الميز، كهذه الأمثلة التي لدي هنا في الموضوع. يعني هنا على الموضوع وضعوا ثلاث أمثلة لألعاب. هنا الأمثلة، نعم، هذا المثال الأول. سواء هذا الروبوت يتحرك، يجب أن يصل إلى الكنز أو الماسة في أسرع طريق، وفي نفس الوقت يجب أن يتجاوز هذه المخاطر. أو هذا المثال الذي أخذته أنا، مثال القط والفأر والجبنة. كان مطلوب أن أزيل القط، وضعت القط والفأر والجبنة، وكان مطلوب أن أزيل القط لأنه لا أدري لماذا اعتبروه بهذا الشكل، لكن على أي حال لدينا الفأر والجبنة. من المفروض يعني أن نضع وضعية معينة بحيث أن لن نلعب نحن اللعبة. الموضوع لا يخص إنشاء لعبة، وإنما إنشاء ألغوريتم، إنشاء اللعبة أولا ثم إنشاء ألغوريتم قادر على حل اللعبة في كل الوضعيات. يعني سيقوم اليوزر بخلق إشكالية في صيغة لعبة طبعا، بوضع هذا الفأر في موضع معين والجبنة في موضع معين، وكذلك قمت بتصعيب الأمر شيئا ما بوضع حواجز. فيبدأ الروبوت أو الأيجن باللعب الذي هو الحاسوب، ويمثل في حالتنا نحن الألغوريتم، ألغوريتم الكيو ليرنينج. بالضبط من الـ reinforcement learning اختار الموضوع، في الموضوع مطلوب أن نقوم بذلك يعني بالـ queue learning. إذا ماذا يهم الأمر؟ يهم الأمر هذا الأيجنت الذي يمثل هذا الفأر في حالتنا، يمثل هذا الفأر أو يمثل الروبوت هنا في هذا المثال، أو يمثل في هذا المثال هنا السيارة، بحيث الروبوت أو الأيجنت هو الفاعل الذي يقوم بالحركة أو التنقل، وما غير ذلك فثابت في كل الحالات. إذن الروبوت سيقوم بتحريكه، هذا الفأر الذي يمثل الروبوت أو الأيجنت سيقوم بتحريكه ألغوريتم، يعني خوارزميات منشأة قبلا لكي يعني يتعرف في كل حالة، يبدأ بالتعرف على الوضعيات التي يمكنه المرور منها. ولذلك الغرض قمنا بإنشاء ألغوريتم بسيط، ألغوريتم كيو ليرنين، وهو بالأساس عبارة عن ألغوريتم بسيط جدا كهذا الذي يبدو أمامي هنا في الصورة كما تشاهدون أحبتي في الله. يعني بسيط جدا، نقوم باستخدام متغير على شكل array table يسمى الكيو تيبل، وعلى أساس هذا الكيو تيبل والقيم الموجودة عليه تسمى الكيو فاليو، سنقوم بيعني أبديت لهذه القيم لكي نحدد في كل مرحلة، في كل ستيت، ماذا يجب على الروبوت أن يقوم بفعله أحسن خيار.
طبعا في الأول سيبدأ الروبوت باللعب عشوائيا، سنختار المتغير العشوائي randomly، يبدأ باللعب randomly عشوائيا، ويبدأ بتسجيل مجموعة المعلومات على الكيو تيبل لكي يعرف في المرحلة القادمة أي خيار هو الأفضل. إذا نمر مباشرة إلى التطبيق. طبعا التطبيق مربوط بقاعدة بيانات، ولذا فيجب علينا تشغيل الجزامب. كما تشاهدون هذا لوكال سيرفر، ستارت. استخدمنا لوكال سيرفر باستخدام هذا التطبيق، تطبيق الجزامب معروف جدا. وكما تشاهدون هذا هو التطبيق الذي أنجزناه كواجهة أساسية. سيختار اليوزر الطول وعرض المتاهة. طبعا ستتغير هذه الكومبو بوكس أو الكومبو بوكس أو الاختيارات، يعني اختيار الإكسبوزيشن والواي بوزيشن للفأر، وكذلك سيختار الـ X والـ Y position من أجل الجبنة. إذا اختار مثلا كعرض أو كطول قصوي كذا، فستتغير هذه الاختيارات الموجودة على هذه الكومبو بوكس. وهذا بالأساس هو الكود الموجود على هذه الفورمولا كما تشاهدون. هذا هو الكود، يختار الـ Initial Position ويختار الـ Target Position. بالأساس يعني تمثل هذه اللعبة، تمثل كما قلنا هذه هي الواجهة الأولى، والواجهة الثانية هذه هي لكي يقوم. طبعا حينما نمر من الواجهة الأولى للواجهة الثانية يقوم كذلك بتسجيل على قاعدة البيانات، وهنا في الواجهة الثانية يقوم بإضافة بعض الحواجز لكي يصعب المأمورية على هذا الفأر، وكذلك يعطي المتغيرات الخاصة بالكيو ليرنين ألغوريتم. كما تشاهدون هنا لدي البنيشن ريورد والكاتش ريورد والسير موف ريورد. هذا هنا يعني إذا تحرك الفأر في وضعية يعني آمنة هذا هو الريورد الذي سيأخذه. الريورد هو المكافأة أو العلاقة التي تربط هذا الفأر، الأيجنت الذي يمثل الأيجنت، العلاقة التي تربطه بالإنفيرونمنت أو باللعبة التي يلعبها حاليا. فطبعا لا يعرف الحواجز، لا يعرف وضعيته، ولا يعرف كذلك، يعرف طبعا وضعيته لكن لا يعرف الوضعيات القادمة. ولذا فالعلاقة الوحيدة بين هذا الروبوت أو الإيجنت والإنفيرونمنت الوحيدة هي علاقة أكشن ستيت وريورد. يعني في كل وضعية يكون في هذه الوضعية يأخذ أكشن، يأخذ حركة إما إلى الأمام أو الخلف أو إلى اليمين أو إلى اليسار. هذا هو مجموع احتمالات الحركات التي يمكنه القيام بها. يعطي هو للانفيرونمنت حركة فيتحرك، ثم ترد عليه الانفيرونمنت بال new position أو new state الوضعية الجديدة، وكذلك بريورد أو مكافأة. الريورد كما تشاهدون أحبتي في الله يكون سلبي بالنسبة للسيف مو ريورد، يجب أن نضعه سلبي لكي يبدأ تبدأ يعني تقل مكافآته، تبدأ من نقصان مكافآته كلما يعني أضاف خطوة جديدة. وبالتالي فنفرض على الألغوريتم أن يذهب في أقصر طريق ممكن. الكاتش ريورد طبعا هذا هو الريورد الذي يأخذه إذا وصل إلى التارجت، نضعه كبير لكي نحفزه على الوصول إلى التارجت، وفي نفس الوقت بأقصر هذا البينيش ريورد وضعته هنا من أجل الحدود
حدود اللعبة، المتاهة، وكذلك الحواجز لكي لا يتعرض للحواجز مجددا كلما تعرض عليها. كذلك هذه متغيرات الألغوريتم الألفا والجاما، سوف نرى الألغوريتم بعد قليل، ويجب أن نحدد له أقصى حد للاعب لكي يلعب، أقصى حد للانتراكشن يعني للحركات، وأقصى عدد كذلك من الإبيزود يعني من الجولات. من هذه الفورمولار نذهب مباشرة إلى الفورمولار الموالية والتي تخص اللاعب، بها ديبوغر هنا على اليمين لكي يعرض كل ما يقع في داخل اللعبة هنا، الحركات وكذلك تواصل مع قاعدة البيانات وأبديت الداتا من القاعدة وكل المتغيرات. هذا كل شيء. إذن هنا كما تلاحظون هنا يظهر التوتال ريورد في اللعبة والإبيزود والإنتراكشن الذي يلعب فيها. من هنا يمكننا الضغط على Start Agent لكي يبدأ الإيجنت باللعب، يمكننا كذلك إيقافه Pause وPlay وإلى آخره. هذه الصورة هنا تظهر السهم إما إلى الأعلى أسفل بحسب الأكشن التي سيأخذها لكي نتابع معه كل الأكشن. Exit Game في الأخير، هنا في الأخير حينما يقوم بكل ترينين الماكس انتراكشن والماكس ابيزود، يمكننا أن نضغط على هذا الزر Best Move لكي نحصل يعني على أحسن وضعية، أحسن حركة، أحسن تنقل سيقوم به في خلال اللعب، يعني ما تعلمه بالأساس. هنا برينت الكيو تيبل لكي نرى ذلك المتغير المسمى كيو تيبل، ويمكننا مشاهدة تغيراته. سوف نرى الآن الديمو وكل شيء. لدي كما تشاهدون هنا كلاسين، هنا الكلاس الأولى أسميتها environment، تقوم بinitializing للenvironment وتقوم كذلك ب الرد على الايجنت بإعطائه الريورد وكذلك النيو ستيت، وكذلك كلاس أخرى اسمها كيو ليرنين كما تشاهدون، هذه المسؤولة عن الايجنت، وكما تشاهدون هذه بها أول دالة، دالة الميثود، أول ميثود، ميثود جيت ماكس اكشن ريورد، يعني لكي يعطينا من الكيو تيبل الخطوة المقبلة ما هو اكبر ريورد سيمكننا الحصول عليه. وهنا ما هو احسن يعني قيمة في الكيو تيبل بالنسبة طبعا الستيت التي نوجد عليها. وهنا كما تشاهدون هذه دالة الأبديت التي تقوم بالأبديت للكيو تيبل كما شاهدنا في الوثيقة قبل الآن. هذا المتغير ألفا والجاما، متغير الجاما لهذا المتغير يسمى Learning Rate، ومتغير الألفا يعني نحدد أهمية يعني أهمية النتيجة المحصل عليها الآن بالنسبة للنتيجة التي كانت مخزنة قبل ذلك في الكيو تيبل. كذلك أضفت بعض المتغيرات، سنشاهد الألغوريتم في الداخل الآن. كذلك وضعت بعض المتغيرات، إذن ها نحن ذا، هذا هو الألغوريثم. طبعا الألغوريثم يشتغل على تايمر كما تشاهدون، على تايمر
لكي يؤخر قليلا يعني حركة الروبوت حتى يتسنى لليوزر مشاهدتها. طبعا في كل مرة initialize للإبيزود والإنتراكشن ويأخذ state، ثم يقوم بموف يقوم بأخذ متغير عشوائي، ثم يقوم بمقارنة هذا المتغير العشوائي مع متغير اسمه فلويد اي. هذا الفلويد اي وضعته في الأول يكون يعني واحد، وبالتالي أي متغير عشوائي ما بين الصفر والواحد سيكون أصغر من واحد. يعني سينطلق الروبوت في الأول عشوائي، يعني يأخذ أكشن راندوملي ما بين 4 حالات، إما أب داون أو ليفت رايت. أو إذا كان أصغر من الفلويد إي فيقوم بأخذ الماكس ريوردد أكشن. وهذا الفلويد إي طبعا يبدأ بالتناقص شيئا فشيئا كما تشاهدون، سنرى هنا في الأسفل هذا الفلويد إي يبدأ بالتناقص كما تشاهدون. نقوم بضرب فلويد إي في نفسه، نقوم بضربه هو نفسه في 0.99 في كل إبيزود يقوم بها الإيجن، لكي يبدأ هذا بالتناقص وتبدأ أهمية ذلك المتغير العشوائي في التناقص كذلك. فبالأول يبدأ عشوائيا 100% وبعد ذلك تبدأ العشوائية تقل ويبدأ يقرأ من الكيو تيبل. سنشاهد عمل الألغوريتم. إذن كما تشاهدون هذه الواجهة الأساسية، سنقوم باختيار مثلا 6 في الويد وفي اللينت 4. وضعية الايجنت البدئية سنطرقها في الواحد الواحد وسنضع الجبنة في هذا المكان كما تشاهدون. في المرحلة الثانية هنا كما تشاهدون قد قامت الجيم بكتابة المعلومات على الداتا، و last inserted ID هو 330. وهنا تقرأ من الداتابيز وتضع الوضعية، ثم سنقوم بتسجيل كذلك الأوبستيكلز الحواجز. هنا horizontal سنضع 5 2 جيد، و vertical سنضع 4 3. اوكي، ونكتفي بهذا القدر، لا نريد التصعيب اكثر. هكذا بهذا الشكل سنترك كل المتغيرات. Initial reward سنضع هنا 2 كذلك، ناقص 2 199 الفا والجاما. بالنسبة للانتراكشن سنحدد له 400 انتراكشن كقيمة قصوية، والإبيزود سنحدد له 200. and next يقرأ مجددا من قاعدة البيانات، وتشاهدون الديبوغر الآن فيتشين جيم داتا فروم جيم سيتين فروم داتا بيز كما تشاهدون. الويد واللانت والبوزيشن الانيشال بوزيشن والتارجت بوزيشن، كذلك يقوم بأبديت للانفيرونمنت ويقوم بفيتشين للأوبستيكل، ثم يأتي بها، ثم ليرنينج سيتين، ثم يدخلها للإيجنت ويمكننا البدء الآن. نضغط ستارت، وكما تشاهدون قد سرعت الروبوت بقدر الإمكان لكي يقوم بمجموعة العمليات كما تشاهدون. الآن هذه الإبيزود مثلا 26 أنهاها في كذا و30 كذا و50 كذا انتراكشن. لم نشاهد الكيو تيبل في الأول، سوف نعيد
لكن على أي حال سنرى الآن الكيوتيبل كما تشاهدون. يمكن نضغط على print كيوتيبل فنشاهد الكيوتيبل هنا. هذه هي التارجت بوزيشن، لا يمكنه التحرك منها لأنه حينما يصل إليها يعود إلى الصفر، وباستثناء ذلك فتقريبا معظم الوضعيات قد مر منها. تجاوز 72 إبيزود وهو الآن في الانتراكشن الخامس. أضغط بلاي ويكمل. في الأول كما قلنا يبدأ بالراندوم variable، ثم بعد ذلك يبدأ بالتعرف، وقد قام بذلك بسرعة مذهلة جدا جدا. سنرى best move، والbest move كما تشاهدون يقوم بها بالعرض البطيء. طبعا ليست البيست موف هي الحركة يعني الوحيدة التي يمكن القيام بها، فيمكن كما تعرفون أن يجد العديد العديد من الحلول. كما تشاهدون عدد الانتراكشنز هو 8 كأقصى حد يمكن أن يقوم به. لنجرب هذا الطريق مثلا، هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، هنا كذلك 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا ففي بعض الحالات توجد هناك العديد العديد من الحلول للوضعية، لكن في البيست موف يعطينا حل واحد من بين الحلول، لا يطرد كل الحلول وإنما يعطينا حل واحد بالنسبة له فهو حل للمسألة. على أي حال سوف نضغط ستارت من جديد، وكما تشاهدون يقوم بالإبيزود ويقوم بملء الكيو تيبل. سوف نعيد المحاولة من جديد لكي نشاهد الكيو تيبل كيف يكون في البدء. فنضع مثلا هنا 6 وهنا 5 مثلا. Position target نضع الزاوية في هذا المكان. أوكي، هذه المرة last inserted ID هو 331 و 1 2 3 4. هنا في الوضعية في ال horizontal 4 3. أوكي، وسنضيف كذلك 3 4. جيد، وسنأخذ كفيرتيكال هكذا 2 3 4. اوكي جيد هكذا. فنترك هنا 500 وهنا 400، ونأخذ هنا كما قلنا 2 2 ناقص 2 ناقص 2. next نفس الشيء، قام بأبلود وأخذ كل البيانات. كما تشاهدون آخر شيء وجده في الداتابيز هو 331. قبل أن نبدأ اللعب نرى الكيو تيبل الأول. كما تشاهدون هذه هي الكيو تيبل، مجموع الستيت المحتملة هي 30 ستيت كما تشاهدون، من الاس من ستيت 1 إلى ستيت 30، ولكل ستيت 4 حالات إما left right up down، كلها تحتوي على 0 في الأول، وسيبدأ randomly ثم يبدأ بملء الكيو تيبل. سنطلقه يلعب قليلا ونرى ماذا حصل. هنا 3 إبيزود و 25 انتراكشن. سنرى ماذا وقع في الكيو تيبل. كما تشاهدون فقد بدأت الكيو تيبل تملأ باستثناء بعض الوضعيات كهذه الوضعية مثلا. هذه الأب في الستيت 18 لم يجربها بعد، ولم يجرب هنا بعد، ولم يجرب هنا بعد،
لكن سيزغرب كل شيء إن شاء الله حينما يكمل. لي من جديد عث برينت كيو تيبل، هذه هي الكيو تيبل الجديدة كما تشاهدون. بلاي من جديد، مازال يلعب. بوز برينت كيو تيبل كما تشاهدون، بدأت تمتلئ قريبا. كما تشاهدون أحبتي في اللعبة، حينما يتجاوز 100 إبيزود يبدأ يلعب فقط في هذا المحيط، لا يتجاوز للمناطق الأخرى إلا نادرا حينما يغلب عليه المتغير العشوائي أو الراندوم فاريبل. تقريبا قد قام بكاتشين للبيست موف، سنقوم بالضغط على بيست موف. كما تشاهدون أحبتي في اللعبة، لحد الآن قد وجد واحدة منها. جيد، قام بها في 8 انتراكشن. والكيو تيبل كما تشاهدون، هذه هي الكيو تيبل، من هنا يستخرج كذلك البيست موف ويستخرج الانتراكشن. جيد، الآن انتهى. نرى الكيو تيبل كما تشاهدون، لم تعد كما كانت في الأول كلها مليئة بالأصفار، وإنما كل الوضعيات جربها الآن. والبيست موف في 8 انتراكشن كما تشاهدون، واحدة من بين أفضل الاختيارات. وحتى لو كان للمسألة حل واحد فسيجده طبعا.